تحالف المعارضة التركي أعلن ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليشدار أوغلو ليكون مرشح المعارضة الرئاسي في وجه أردوغان في الانتخابات الرئاسية. الإعلان عن اسم مرشح المعارضة جاء بعد اجتماع 6 من قادة أحزاب المعارضة، ما يعكس توافقا في صفوفها بعد الحديث عن انقسامات كانت ستصب لصالح الرئيس أردوغان. Siyasi partilerin genel başkanları olarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası üzerinde de utapık kalmış bulunuyoruz. تنضم إلي الآن من أنقرة آلاء جول، وهي مرابطة مراسلة الشرق للأخبار، مرابطة في شوارع تركيا طبعا صباح اليوم، لتطلعنا على المشهد هناك. صباح الخير آلاء. بداية، ما سمعناه من المرشح الرئاسي الآن قال بأنه يتحدث بصفة، نحن تحدث طبعا عن التحالف بصفتنا الأمة، هل هم بالفعل يشكلون الأمة في هذه الأحزاب الستة في هذا الترشيح للمرشح الجديد لكمال؟ نعم سباه، صباح الخير. بداية، بعد اجتماع بالأمس عقد بالأمس في مقر حزب السعادة المركزي في أنقرة، ودام هذا الاجتماع لأكثر من 5 ساعات، خرج رؤساء الأحزاب المعارضة المشاركة بهذا التحالف المعارض للإعلان رسميا وتسمية كمال كيليشدارأوغلو، وهو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمرشح توافقي لخوض السباق الرئاسي الذي من المزمع عقده وعقد الانتخابات في 14 مايو المقبل. هذا الاجتماع يعني عقد بعد أن نجحت أيضا الوساطة في اللحظات الأخيرة من احتواء أزمة كانت قد عصفت بهذا التحالف بانسحاب الحزب الجيد برئاسة ميرال أكشنر، إلا أن شخصيات معارضة عقدت لقاءات مكثفة قبيل انعقاد الاجتماع، وكان آخر لقاء كان بين رئيسة حزب الجيد وأيضا المرشح الذي تم إعلانه لاحقا وهو كمال كيليشدارأوغلو، لأن كان هناك خلاف بين هذين الشخصين. ميرال أكشنر اعترضت على يعني ترشيح كمال كيليشدارأوغلو واقترحت اسمين آخرين من حزب الشعب الجمهوري، إلا أنها قالت أن تلك الشخصيات تحظى بقاعدة جماهيرية أكبر من القاعدة الجماهيرية لكمال كيليشدارأوغلو، وبالتالي ستكون يعني فرصها في الفوز في الانتخابات أكبر بكثير. أيضا أبرز بيان أو بنود البيان الختامي الذي صدر عن هذا التحالف المعارض وما بات يعرف بالطاولة السداسية في تركيا، هو العودة للنظام البرلماني لحكم البلاد واستبدال النظام الرئاسي الحالي. أيضا تقرر إعطاء كل حزب من الأحزاب المعارضة بهذا التحالف وزارة على الأقل في الحكومة الجديدة. أيضا تمت تسمية رؤساء الأحزاب المشاركة بهذا التحالف على أنهم نوابا لرئيس الجمهورية، وأيضا ولإرضاء الحزب الجيد الذي أصر أن يكون رئيس بلدية اسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو أو رئيس بلدية أنقرة منصور يواش، تسمية هاتين الشخصيتين أيضا نوابا لرئيس الجمهورية. وبذلك يعني نكون قد دخلنا وبشكل عملي جو الانتخابات في تركيا. لدينا الآن تحالف الأمة الذي يشكل أو يمثل المعارضة ومرشحه كمال كيليشدارأوغلو، ويواجه أيضا تحالف الشعب الذي يمثل الحكومة ومرشحه الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. ألا شكرا جزيلا على هذه على هذا التفصيل، شكرا جزيلا لك. أنا سأبقى في إسطنبول وأتواجد ضيفي من هناك راس رضوان أوغلو الكاتب باحث السياسي، أهلا وسهلا هذا الصباح. كما سمعنا قبل قليل تم اتفاق على الأحزاب الخمسة تسميتهم كرئيس الجمهورية وزارة، هل هذا شيء تاريخيا سابقا في تركيا؟ هل في فرص نجاح لسيناريو مثل هذا؟ هو أن يحصل أن يكون يعني نوابا للرئيس بين 5 إلى 7 أشخاص، يعني حقيقة لا، لم يحصل، ما سمعت من قبل، لكن هو أظن يحاول
أن يعيد إلى الأذهان فكرة الحكومة مثلا الثلاثية التي أنشئت في عام 2000 السيد أجاويد في ذلك الوقت وأسس الحكومة الثلاثية، أو الحكومة الثنائية في زمن أيضا المرحوم أربكان مع تانسو تشيلار في ذلك الوقت. أظن الرسالة في هذا السياق بأن هذه الطاولة هي طاولة ديمقراطية تتقبل الأفكار وتتقبل التعددية وتتقبل الأطروحات، لذلك يعني كان واضح الإظهار الإعلامي من أن الخلاف، إظهار الإعلامي للخلاف الذي حصل بين السيدة ميرال أكشينار والسيد كمال كليشلار أوغلو على أن هذه الطاولة هكذا، وحتى السيد كمال قال هذه الطاولة قابلة للتمدد، من يريد أن ينضم إليها أهلا وسهلا. لذلك أنا أظن بس من أجل التوافق والتشاور في البرلمان، وهو ما يعدون أيضا بالعودة إلى النظام البرلماني وتكون السلطة سلطة برلمانية وليست سلطة تنفيذية بيد رئيس أو بيد شخص. صحيح، كلامك صحيح، هم طبعا يريدون العودة إلى النظام البرلماني، لكن النظام البرلماني في حال نجاحهم سيقومون بالاستفتاء عليه من قبل الشعب، وبعد ذلك يتم إما القبول بالنظام البرلماني أو طبعا أو نظام الجمهوري وطرحه في البرلمان. لكن هنا الصراع قوي، يجب أن يكون هناك صراع على الرئاسة الآن، يعني أن تصبح رئيسا، والصراع على النفوذ الأكبر في البرلمان من أجل الحفاظ على تمرير القرارات التي ستتخذ، وإلا سيكون هناك معارضة قوية قد توقف بعض القرارات. أنا أظن أيضا الصراع الثاني وهو مهم جدا، وهو صراع البلديات، من سيفوز بالبلديات الكبرى. هو أيضا كان أحد الخلاف أو بين السيدة ميرال أكشينار أو حزب الإي بارتي، لنقول حزب الجيد وحزب الشعب الجمهوري. الآن تعد هذه الطاولة إذا بدك بأنه سوف تعود للنظام البرلماني. سلطات أردوغان طبعا تمتد إلى ما أبعد من هذه السلطات، السلطات التنفيذية تمتد حتى إلى البنك المركزي وما إلى ذلك. هل سيستطيع هذا التحالف، هذا الرئيس الجديد، أن يتحكم أو أن يعيد السلطات لأصحابها؟ الحقيقة بالنسبة للائتلاف المعارض الآن أمامه حمل ثقيل جدا، وليس واحدا، الحقيقة عدة أحمال وأعباء. العبء الأول هو توازن العلاقات التي سيفرضها على الخارج أيضا، لأن الخارج أيضا هو اعتاد ربما على الأقل على سياسات أردوغان خلال العقدين الماضيين، إذن عليه أن يطرح سياسة جديدة، وهو ما كان يشير إليها السيد أردوغان وعليه عفوا سيد كمال، وعليه أيضا أن يقنع الدول العظمى والدول القوية الفاعلة في كثير من الملفات، مثلا الملف السوري، الملف الأرميني، الشرق المتوسط، هذه الملفات حقيقة ما رؤيتهم بها. أيضا الحمل الثاني وهو ما بعد الزلزال الآن، أيضا كيف ستقود الحكومة في حال هم نجاحهم، كيف ستقود الدفة. في الأمس كان هناك خطاب طويل للرئيس أردوغان يتكلم عن الخطة في إعادة بناء المناطق المتضررة في 11 ولاية في تركيا بعد الزلزال المزدوج الذي ضربها، وهو حقيقة يعني مشروع ضخم جدا ويعني ثقيل. هل ستستطيع هذه الحكومة استمرار أو فعل أفضل مما تقوم به الحكومة الحالية في حال نجاح المعارضة؟ النقطة الثالثة أيضا هو كيفية إعادة إحياء الاقتصاد التركي الذي تراجع في الفترات الأخيرة بأسباب متعددة. هذا أيضا من التحدي أظن الكبير، وهو الذي تريد الدائرة هذه السداسية، الأحزاب السداسية، أن تقوم به، وخصوصا أنها موجود فيها السيد بابجان، يعني الذي هو مشهود له في الأمور الاقتصادية. فراس رضوان أوغلو، شكرا جزيلا لحضورك معي هذا الصباح. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرج على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.